فقرة الخزنة اليوم من يافع وأسواقها هنا المحتشدة بالجماهير المتابعين كل لحظة وكل يوم. جائزة هل سيصلوا إليها أم لا؟ الخيار الثاني هل سيتم أم لا؟ أنا أريد بس اثنان، أريد اثنان من ضمن هذا الجمهور، كيف اختار؟ ده يحضر اللي تبغاه، قرعة اللي تبغاه عنده. طيب تعال يا حاج كيف حالك؟ أعطوا له، تعال أنت والسمان حقك، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. طيب سمان معك يبدو؟ ايوه. طيب هذا واحد، تعال هذا عشان حد، تعال تعال هذا معه السماعات في اذونه، تعال. طبعا اختيار عشوائي، ما حد يزعل. طيب ركزوا معي، اسمك من؟ ادم عبد الله. ركز معي يا ادم عبد الله. طيب والحاج؟ جمال محمد عبد الكريم. جمال عبد الكريم. طبعا سؤال البحث لهذا اليوم يقول مطلوب من الاثنين انهم يجمعوا لنا ثلاثه ادوات لعامل الكهرباء من هذا السوق كامل خلال 5 دقائق. يا جمهور نحسب للثلاثة وينطلقوا. واحد، اثنين، ثلاثة. انطلق انطلق بسرعة بسرعة. طيب أنا ببقى جمهور الآن. طبعا بدأت الخمس دقائق، أنتوا بس ركزوا الآن معاي. تتوقع من بيجمع، آدم ولا جمال؟ بس كده انتبه. جمال. ليش جمال؟ جمالنا عنده خبرة بالشغل يمكن 20 سنة. ثانية بدي لا تبي معك المهندس. يعني سلوك يجيب ليش الممكن. طيب دقيقة وكم الآن مرت؟ أكثر من دقيقة الآن مرت. كيف حالك؟ الحمد لله. تابعت السباق ولا لا؟ تتوقع من؟ وصل آدم. لحظة لحظة، آدم وصل فين؟ آدم آدم الآن وصل. اسمع تحية لآدم. آدم كيف وصل؟ سألك الناس تخبرك. سألت من هناك؟ جمال الآن وصل. اسمع له تحية جمال. بس نشوف الأدوات على أداة أداة وتسميها. الأولى هذه إيش هذه؟ شليشن. سموها فيها شلي؟ شليشن. شليشن. آه. واحدة صحيحة. الثانية؟ ديسميس. سمونه؟ ديسميس. ديسميس. آه. زينا نفس الاسم. هذه؟ زرادي. سمونها زرادية. آه. أو كلبة أو زرادية. جمال لحظة، لو شفت التصويت كل أغلب الجمهور هنا لما رحت وسوينا تصويت أغلبهم قالوا جمال بيوصل أولا. طيب جمال نشوف يعني أول أداة. هذه هذه إيش هذه؟ الزرادية والكلبة نسميها الحين. ممتاز صح. ولا أنت تديش ميز كهرباء، كهرباء يبيع يفحصب الكهرباء ولا كهربائي ولا مش كهربائي؟ كهربائي على لمبة. وهذا خرامة حق السلوك. الواضح زي ما يقول الحكم فاز طبعا في هذا السباق هو الأخ آدم، واسمع له تحية آدم. راضي يا جمال؟ راضي. طيب آدم الآن مبدئيا من راعي البرنامج الشركة العربية اليمني الإسمنت لك مبدئيا هذه 20,000 ريال. اسمع له تحية أقوى، اسمع له تحية. ممتاز. الآن باقي معك فقرة إضافية وهي خيار الخزنة. آدم ركز معي في طريقة فتح هذه طبعا الخزنة. جيب الكرت يا حامد، هذا كرت الحلقة السادسة. معك هذه 10 أرقام، واحد منها فقط يفتح. آدم الآن جاهز؟ جاهز. بسم الله. بسم الله وتوكل على الله. معك 3 محاولات، بداخلها كم يا آدم؟ 100,000. 100,000 ريال بالداخل. تقول بسم الله؟ بسم الله. خطأ. هذه أول محاولة خطأ. ركز يا واصل. أول محاولة يا
المربع باقي المربع بس هذه ثاني محاولة خطأ. لحظة قل يا الله قل يا الله ركز آدم ايش سويت؟ انت اخترت ثلاث ارقام، عارف الارقام اللي اخترتها؟ عارف الارقام اللي اخترتها. طبعا الان انا بفتح لك عشان ما يقولوا هذه رقم غلط، من ضمن هذه الارقام واحد يفتح، نفتح على بركة الله يا شباب. الرقم طبعا في الحلقة السادسة معنا، شوف صفر معنا ستة ومعنا انت قلت ثمانية هو سبعة والمربع. هذا هو الرقم. خلاص طبعا ما كان من نصيبه، لكن ان شاء الله نقولك على بركه الله، نقولك مبروك عليك، راضي بالقسم النصيب، ما كانت هذه من نصيبك، لكن ايضا لك هذه هديه من برنامج الميدان وراعي برنامج الميدان اسمنت العربيه واسمنت حضرموت. كل عام وانتم بخير. 20,000 طيبه وكويسه، كل عام وانتم بخير، اعطوا له تحيه اقوى.